الشيفت بدات باغازار. تلاقيت انا عبد الله واحد النهار في واحد السونتر كوميرسيال، كنت انا في خدمتي وتا هو في خدمته، كيدير داكشي ديال لي 3 دي. كنطلق موسيقى ديال بلوز، كيعجبني داك النوع ديال الموسيقى، تفاهمت انا وياه، بقينا تناقشوا هاد المواضيع هادو. واحد لقيت قال لي راه تيدير حتى هو لي كوميتراج كيصوروا مع دي زامي ديالو. قلت ليه علاش اللي ما نديروش مجموعين ونديروا شي فيديو نلوحوه في لي ريزو سوسيو. تلاقينا ديك العشيه درنا واحد لو بوتي سيناريو، مشينا صورنا شوف شي 4 السوايع بلا مويان ديال اللي عندنا، كاميرا ما عندها دا ايتترا بروجيكتور جوبونس كانت بوله ماشي داكشي. خدمنا لحنا باغازا سا مارشي، مشى في لي ريزو سوسيو، مشى في لي بريس، عجبو من الناس داكشي اللي تنديرو. شحال واحد كيسحابو بك شي تنديرو غير لي باغودي، راه تنديرو حتى لي كورميتراج اكسيون كوميدي، كنديرو حتى لي كوفر اي لي باغودي. دونك هادو هما لي بوب اوسي تا هما تنديرو بوغ دي كليون اي لي بوب 3 دي. انا وديع، كاين عبد الله، الدكتور بلاك، زكريا، بدر التالي، انس، يسرى، زينب، معنا بزاف. وكل شويه كي بحال اللي قلتي بارابور الدور اللي خصنا تنجيبو شي واحد اللي بحال اللي قلت كنديرو ان بوتي كاستينغ مع بعضياتنا و تيدخل معنا شي واحد. اي سو بو كاش واحد جديد اخر عاوتاني يقدر يدخل معنا سون بروبليم. بيك شيفت يعني ان غون شونجمون اللي كنا كنتسناو كاملين في لاج ديالنا فاش بدينا في الويب، وتا دابا اللي كنتسناو الويب المغربي لا في الدومين كاملين، لا من ناحيه الفيديو، لا اللي كيغني، لا اللي كيدير بودكاست، لا اللي كيدير اي نوع ديال الويب في يوتيوب، ان توصلوا الكلمه وما يكونش واحد الحاجز بينه وبين الوصول ديالو للجمهور. وهذا الشيء اللي كنلخص في الكلمه ديالنا ديال بيك شيفت، يعني واحد الشونجمون اللي كنتسناو وداك الشيء اللي خدامين عليه دابا حنايا. الكونسيبت ديالنا ديال يوتيوب ما عندوش حدود، يعني يقدر تفوج على الناس تضحكهم بكاع الطرق، يعني وكنجمعوا هادشي كامل في كونسيبت واحد اللي هو الغنى والضحك في البارودي ديالنا. وبطبيعه الحال كنا في الاول كنديروا غير لي كوميدي، قال لي لي كوميتراج ديال الضحك ودوك لي ميساج اونتر كليمي زعما كتحاول توعي الناس، ولكن في الاخر التجئنا للضحك وطريقه سريعه اكثر من لي كوميتراج اللي هي الغنى وبلي بارودي. كناخذوا ديسك انترناسيونال وكنضحكوا به المغاربه باللهجه ديالنا، ولقى نجاح وتحققت ديك الفكره ديال بيك شيفت. زعما شونجمون اللي كنتسناو ومازال خدامين على الفكره هذه. هي في الاول في الروشيرش ديالنا الاول قبل ما كانت ديسباسي ديك الساعه ما دايرهاش البوز هنا في المغرب، كنا دوزناها فاش كنا كنصايبوا ديك الساعه ما قالش على البارودي كنا خدامين فيها، مي دوزنا ديسباسي ديك الساعه باقا ما دايرهاش البوز. قلتها لوديع، مي وديع قال لي هذه راه ما دايرهاش البوز، ما كناش كنتخيلوا بلي زعما غادي دير البوز وغادي نديروها. من بعد صدق هو اللي كي امبوزي عليا وقال لي هذه خصنا نديروا لها البوز، خصنا نديروا لها بارودي، وطلبوها الناس، طلبوها بزاف في لي بارودي اللي قبل منهم ديال شاكيرا مع معلومه، ودرناها وصدقات. فاش كنتخيطيو شي اغنيه انترناسيونال ما كنتخيطيوهاش كيف ما هي بالثقافه اللي جات منا، حنا كناخذوا ديك الشهره ديالها اللي كيعرفوها المغاربه. انا حتى الديسك اللي قبل منه ديال معلومه مع شاكيرا ما شفناش في لي بارول ديالو شنو كيتقال، حيت المغاربه اصلا الاغلبيه ديالهم ما كيفهموش اللغه الاوريجينال ولا كيمشيو يقلبوا على الترادكسيون ديال الاغنيه الاوريجينال. يعني واخا نفهموا حنايا شنو كيقولوا يعني ما غتزيدنا ما غتنفعنا والو ملي غادي نديروا البارودي ديالنا. حنا كنلعبوا غير على ديك لامبريسيون ديال انه قال هذه الكلمه بالدارجه ملي غناها باللغه ديالو، يعني شنو كيقول الاوريجينال ماشي هو اللي كيخلينا اننا نمشيو نعزلوا ديك الاغنيه، ولكن البوز اللي دايرها في المغرب. لا الا شفتينا في المغرب غتلقاي باللي الاغلبيه حافظين الدخله والرفران اللي هو ديسباسيتو، والاغلبيه ديال الاغلبيه غتلقايهم ما عارفينش المعنى، مي حافظ غير الريتم. الا التزمنا بكلمه الاغنيه ما غادي نطيحوش بداك الكونسيبت اللي بدينا فيه النهار الاول. الكونسيبت اللي بدينا به النهار الاول هو الكلمه كما تقالت بالصبريونيه تنحاولوا نديروا بحالها بالدارجه بحالها في النطق في النطق. دونك ديسباسي حنا ديسباسي، دونك ما قلناش ببطء ما غاديش ولا غير بشويه ما غاديش. حنا باش بدينا زعما باش عجب باش الناس عجبهم الكونسيبت ديالنا باش كاع لي باغودي ديالنا تقريبا اي ديسك كما سمعتيه بالفرنسي ولا بالانكلي ولا الصبريونيه تنحاولوا نديروا بحالو بالعربيه. واغلبيه ديال الكومونتير تيقولنا جبتوها لاصقه، حنا تنقلبوا على الكومونتير تيقولنا جبتوها لاصقه. هذا هو الكونسيبت ديالنا. عاد سمع انت تقول وسمعت انا دي زامي كانوا مشاو لي زيتازوني غير هاد الايامات سمعوهم ديسباسيتو هادو اي سون دي اسبانيول وقالوا اون ديغي كي بارل اسبانيول، ما كاينش سحبوا مورا كنهضر بالصبريونيه. دونك راه الدارجه ديالنا وحنا تنحاولوا ما امكن نموديغيوها باش تجي بحال الديسك.
والكلمات كيفاش تختارهم؟ تختارهم كما قلنا بروميير كونسيبت ديالنا هو انها تكون بحالها في الهضره. لو دوزيام كونسيبت هو تنقلبوا على شي حاجه تكون كوميك، تنقلبوا على استوار وتنقلبوا على شوت. حتى هاد كيسحابوا راه غير اجيبها بحالها راه صافي، راه شويه بحالها راه تقدر تخرج في موضوع ما عنده حتى معنى، تقدر تهضر على النجوم مع البحر مع مع كرسي ديال عبد العزيز. دونك حنا تنحاولوا ما امكن نقلبوا على لو كونسيبت ونديروا استوار ونديروا اون شوت باش يتقادوا الامور. لا سي با سا سي با سا باسكو الناس اللي كيديروا الناس اللي كيديروا لي كوفر وضمنهم الدراري ديالنا حتى حنا اللي ولادهم مشهورين راه كانوا كيديروا لي كوفر، حيت ضروري غتبدا بشي حاجه ديال شي واحد اللي معروف. الا درتي شي حاجه ديالك راه ما يقلب عليك حتى واحد باسكو ما عارفينك شكون نتايا. ضروري دير شي واحد شي حاجه ديال شي واحد معروف باش يشوفوك بعدا انك تقنتيها ولا صرعتيها ولا صوبتيها مزيان، الا قلبوا عليك غتولي يعرفوك حتى نتايا. او ميم طون اون فوا غيعرفوك نتايا مع الوقت مي صافي غيولي جمهور ديالك تقدي الحاجه ديالك من بعد. والله حنا بغينا نديرو ديك القضيه ديال سبيسياليزا في شي حاجه، حنا بغينا نسبيسياليزو في لي في لي ايت مونديال هما اللي بغينا. وانا مغربيه بيان سور كاينين زوينين حتى هما، مي الا درتي شي حاجه بالمغربيه ورديتها عاوتاني مغربيه ما كيبانش شي فرق. ما بوغ نو تنقولو زعما من وجهه النظر كاينين دراري تبارك الله عليهم كيديروا لي باغودي ديال 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 الاغاني المغربيه، مي حنا بوغ نو ارتاحينا ارتاحينا تما باسكو جو بونس لا انا لا بلاك لا 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 عبد الله لا الدراري اللي معانا ما بحال اللي قلتي ديك الثقافه ماشي الثقافه ديالهم، الموسيقى اللي كيسمعوا بزاف في الاغلبيه الغربي. دونك بحال اللي قلتي لي كرتاحوا فيها وهي اللي تنقدروا نعطوا فيها اكثر، نقدروا نديروا بمغربي وما نصرعوهاش. مي حنا حنا في لي حنا في الغربي هو اللي ترتاحوا فيه هو اللي تنبغوا نشوفوا فيه مزيان. تلقى تفاعل بزاف عند المشاهد المغربي، علاش؟ باسكو اغلبيه سورتو الناس اللي ما كيسمعوش الغربي اغلبيه لي كومونتير تنسمعوا راه بصح ما فهمنا والو، ما كناش نفهموا الموسيقى ديال لوريجينال، ولكن اللي سمعناكم حنا عاد عجباتنا. ولا شحال من واحد تيقول عاد عجبني هذا لو ستيل هذا بالمغربيه، كاين سكين اللي ما كيسحابوش كاع نديروا دي فيرسون ماروكان ودي باغودي، كاين كيسحابوا سان برودوي ديالنا. دونك بالعكس حنا حنا كما قال عبد الله في الاول على حسب بيك شيفت لو غون شونجمون، هذاك لو شونجمون اللي حنا دايرين دابا هو اللي جو بونس داير واحد لا كيوريوزيتي عند البوبليك باش يقلب علينا. حنا لاعبين على ديك لا كيوريوزيتي، كنهربوا من النمطيه. الويب الويب حلينا واحد الباب لانك كاع الافكار ديالك تقدر تبارطاجيها مع الناس، واخا تكون كتاوزي بزاف ولكن الا كنتي كتاوزي في واحد النيفو اللي هو تفوج على الناس وتجيب لهم حاجه جديده علاش لا. حلينا هذا الباب ديال اننا نجربوا اي افكار جديده كيف ما كانت واللي كتبع الموجه ديال 2017 واللي لي زاني اللي جايين، يعني كما كانت الفكره وقدرنا نوزيو في نطاق اننا نضحكوا الناس ونفوجوا عليهم بطريقه جديده، كتبان لي انا بالعكس راه الناس غيتقبلوها. وشحال من الناس ما كانوش كيتصنتوا الغربي ولكن بهذاك الطريقه ديالنا حنا زعمناهم يتصنتوا الغربي بطريقه مغربيه زوينه. انا قد نطرحوا عليه مادي من اين ناحيه، واش باسكو من يوتيوب دوز يوتيوب يوتيوب الا جيتي تسولي الا جيتي تسولي كاع لي يوتيوبر مغاربه تقول لك بان فلوس من يوتيوب راه قلال. عطينا عطي بلا ما نقولوا سميه جماعه، عطينا الناس اللي مشهورين في الاول في المغرب وما تيقولوا باللي راه ما كاينش شي حاجه سميتها ربح من يوتيوب. ربح من يوتيوب قليل بزاف، كنقول لك بلا ما نقول الاسماء المشهورين في المغرب اللي يوتيوبر مشهورين في المغرب اللي زعما الاولين في المغرب كيقولوا باللي هما الاصدقاء ديالنا بلا ما نذكر سميتهم باللي اليوتيوب في المغرب ما كيجيبش الفلوس، حتى لا جاب كيجيب واحد الراتب اللي زعما راه ما تيعوضش ليك ذاك الجهد اللي كدير في الخدمه ديالك. وهذا الشيء اللي وقع لنا حنايا بان هذيك الخدمه اللي كان ذاك الفيديو اللي كنحطوا السهر ديالو والتمر اللي كنضربوا عليه كيبقى غير داك البليزير ديالنا وداك المتعه والامبيونس اللي بيناتنا هي باش ودوك لي كومونتير تنقراو ديال الناس وكيطلبونا فيديو اخر، هذاك هو هذاك هو اللي كيزيد يموتيفينا نخدموا لحاجه اخرى. وكنشوفوا الويب في المغرب كيتبدل حتى شي حاجه كتفرح. الا كان الا كان زعما شي الا كان شي ربح اخر زعما بصراحه نقدر نقول لك بالخدمه ديال بيك شيفت في البيبليسيتي كما ذكرناك في الاول خارج على لي بارودي الخدمه ديالنا بالبيبليسيتي ديالنا، مما هادشي ديال الفيديوهات اللي كنديروا ما في الويب ما دايرينش صراحه. نجاوبوا هذاك زعما انا الا بغينا نجاوبوا هذاك هذاك زعما الناس اللي تيقولوا الناشط الا بغينا نجاوبوا حنا الهدف ديالنا سي سورتو يعرفونا الناس، هو اول هدف عندنا بوغ لانست بوغ لانست يعرفونا الناس يعرفوا داك الضحك اللي تنديروا
بور لانستون انا هذا هو الهدف ديالنا. مادي كما قلت لكم اليوم اليوتيوب ما فيه والو. هذه اولا ما عمرنا سمعناها ياك. ثانيا زعما ملي فان الرسول بلاكس مزيان طونك قلتي ديفانس صافي دير كو مزيان. دوك حنا تنعجبهم الدري ديال كرافاتا ولا الدري ديال بابا بابا هذوك صحابنا صحابنا بزاف سورتو الدري ديال كرافات ولا ديال بابا بابا ديال كرافاتا تلاقينا مع مير هذا غني غمو تسلمنا زعما طونك حنا اوني بحال كوم دي كوم دي فرير نجاوبوا على بحال اللي قلتي لو ستيل. الدري كل واحد كيلعب على السير بوحدو ماشي بحال بالستيل ديال كرافاتا ماشي بحال ديال بابا بابا ماشي بحال ديال بيكش دونك كل واحد لعب السير بوحدو. دونك ما يمكنناش كناش نقولوا زعما ماشي كيقلد شي لا هما تيقلدونا حنا تنقلدوهم وبالعكس انا مزيانه يطلعوا ما يكونوا هاد لي جروب ديال كل واحد كيدير ستيل باسكو سي بينيفيك بور البوبليك. البوبليك غيشوف بزاف ديال الانواع مختلف. انا كنعترف بالتقليد اننا قلدنا الفكره ديال البارودي جات من برا الفكره ديال البارودي بلا سميلي كان واخيرا ما قلتش تما منين بدات حنا فاش جاتنا زعما المعلومه ديال البارودي وصلنا قبل ما يبداو لي جروب ديال البارودي هنا في المغرب. يعني الا كاين شي تقليد غادي يكون من عندهم قلدنا الناس ديال برا بحال بيت باركر ديال الميريكان كاين واحد اخر ديال فرنسا هذا هو التقليد اللي كاين ولكن التقليد ماشي التقليد الاعمى ولكن التقليد باش كونسيبت مغربي 100% لا توش مغربيه 100% ولي جروب الاخرين كل واحد عنده ستيل ديالو زعما ما كاينش كاين اعمال خاصه بحال اللي قلتي داكتور بلا كاين اعمال خاصه بينا حنا بوحدنا ماشي بيك شيفت بحال دابا فرضيه اكزاكت ما تقدرش تقدرش تنكون انا تندير بحال اللي قلتي دي ماشاب ولا دي كوفر مع كالكو زامي ديال اليوتيوب اللي هما اللي معروفين. داكتور بلاك هو خدام في كارير ديالو حتى هو بوحدو مي بيك شيفت بوغ لانستون حنا بغينا نخليوها كما قال عبد الله على لو شو البوبليك ديالنا حتى يولي عندنا نحسو بان عندنا جمهور ديالنا ونشوفوا اين ستيل بغانا داك الجمهور نديروا ليه بيان سور ديك القشره على راسو راه مي ما غنتبدلوش بالعكس ما غنتبدلوش مي غنزيدوا دي زوبسيون جداد زعما شي كما نقول لك الدارجه احمق جديد ديما جديد ديما احمق جديد مي باش نحيدوا هذا الكونسيبت هذا ما يمكنش غادي يبقى وغادي نضيفوا ليه زعما على حساب الموجه ديال الويب كما كاينين شي ناس ما كيعرفوناش حنا راه كاين شي ناس يعرفونا وما كيعرفوش هادوك الاخرين يعني ما بقاش المشكل في انهم كيعرفونا ولكن ما كيعرفوناش ولكن بقى هذا تيبان ليا المشكل ديالنا حنا خصنا نخدموا عليه باش نوصلوا للناس. اما هو كيعرفنا ولا ما كيعرفناش كي هو كي غادي يدير توصل ليه راه حنا اللي خاصنا نوصلوا عنده ماشي وجهدنا من الخدمه ديالنا اللي مازال يلا بادين فيها. وسي صاحبي كي جا جيب غمراتو من هانودي كي يقول فينا داركم جيب الوار اجي يا ساتا في غدار غنجيب باومي ميسرا ما كمينا وكان الله غيس بارسيمو كانوا عندو كشورة ديال باسيدو يا كوني كي كان لي صيبات لو صحيبتو بركات المرضي اللي ولد الناس عندو ما يقو واصفى راسي من استوديو سلطانه كنقولوا لكم تسناو التصطيه ديالنا والحماق ما غيحبش ديما الجديد وضحكوا وتنشطوا معنا في كاع لي زاني الجايين ان شاء الله وتسناو ديما الجديد ديما التفرويح. لي فان شكرا بزاف على الدعم ديالكم والتفاعل ديالكم والبارطاج ديالكم وكتدخلوا عندنا ديما لي ميساج كاملين تنقراوهم شكرا بزاف تنوعدكم ديما بالجديد ديما بلي شو جداد ديما بلي كوميتراج جداد ديما بلي فان جداد كونوا معنا وان شاء الله غادي نكونوا ديما معكم. شكرا بزاف وشكرا سلطانة. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.